إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات، ما يخفى عليكم فائدة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة على التفكير والاستيعاب. نبدأ التمرين الأول، ظهرين أمام صدر. تمرين ابتدي، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3، قف. ذراعين في الوسط، فتح القدمين، لف الجذع لليمين 4 عدات ولليسار 4 عدات. تمرين مع بعض، تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3، قف. من الوقوف تمرين أمام جنب أمام تحت. نبدأ التمرين مع بعض، 1 2 3 4، أمام جنب أمام تحت، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. من وضع الوقوف أذرنا ثبات الوسط، الانتقال خطوة لليمين ثم العودة للمنتصف، ثم الانتقال خطوة لليسار العودة للمنتصف. التمرين باستمرار، تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3، قف. من الوقوف فتح القدمين، اتساع الحوض، وضع الذراع اليمنى في الوسط والذراع اليسرى فوق الراس، رفع الضغط 4 عدات جهة اليمين، ثم التبديل والضغط 4 عدات جهة اليسار. تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في يوم دراسي جديد ومع مادة فيزياء 1، ومعكم المعلمة أمل المصلوخ. اليوم بإذن الله سنتابع ما أخذناه في الحصة السابقة من تعزيز المفاهيم في باب الحركة في بعدين، وسندرج خرائط جدا جميلة لنرى أهدافنا في درس اليوم. اليوم بإذن الله سنتعرف على تلخيصات لأهم القوانين الموجودة في هذا الباب، كذلك تصميمات جدا جميلة في خرائط المفاهيم، نحل بعض التطبيقات الحسابية. إذن نحن في الباب السادس، ألا وهو تطبيقات على الحركة في بعدين. الحصة السابقة تناولنا حركة المقذوف، اليوم بإذن الله سنعزز المفاهيم في الحركة الدائرية وفي السرعة المتجهة النسبية. طبعا هذه الخريطة لا أستغني عنها أبدا في هذا الباب، حيث أنني في الحصة السابقة تناولت ماذا؟ حركة المقذوف. اليوم بإذن الله سنتناول ماذا؟ الحركة الدائرية. زي ما ترى عزيزي الطالب والطالبة أنه في الحركة الدائرية عندما يأتيك السؤال كيف يمكن وصف ماذا؟ جسم متحرك حركة دائرية أو جسم يتحرك حول دائرة من خلال السرعة، الموقع، ماذا؟ الزمن الدوري، والتسارع المركزي، وخمسة القوة المركزية. طبعا ترى في هذه الخريطة كل مفهوم وقانونه أمامه مما يتسنى عليك حفظه بشكل سليم. أرجع أذكر القوانين لن أعيدها الآن خلال شرائحي، اكتفيت فيها هنا فقط عند ذكرها في هذه الخريطة، وهي كافية لأن تراها و
تحفظها. أيضا عندي من التطبيقات على الحركة في بعدين اللي هي عبارة عن السرعة المتجهة، درسناها من خلال ماذا؟ من خلال ثلاث حالات تتعلق بالراكب والمراقب، أخذناها عندما تكون المتجهين باتجاه واحد نجمع، باتجاهين متعاكسين نطرح، تحصران بينهما زاوية فيثاغورس، وتحصران بينهما زاوية ليست قائمة، نطبق قانون ماذا؟ قانون جيب التمام. هذا بالنسبة لكل شيء يعني بالعموم في هذا الباب. دعونا نبدأ بتعزيز لأهم المفاهيم في أول ثاني درس اللي هو عبارة عن الحركة الدائرية. لو لاحظت جمعت في هذه الشريحة أهم مقومات وصف الحركة الدائرية، وكتبت لك أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، كل من هذه المقومات تحته تعريفه مما يسهل لديك الحفظ بشكل ماذا؟ مباشر. لو تأملت عزيزي الطالب والطالبة، أولا ماذا؟ سؤال حدد السرعة، ثانيا حدد الإزاحة، ثالثا حدد متجه التسارع، رابعا حدد أو ما معنى الزمن الدوري، خامسا اللي هي عبارة عن القوة ماذا؟ المركزية، وكل وتعريفه. وأخذتهم هذه التعريف من شرائح درسي، أو أنت تلقاك كتبتها أو خططتها في كتابك، موجودة لديك التعريف كما هنا. هذا مقومات وصف الحركة وأهم المفاهيم الموجودة لدينا في الحركة الدائرية. طيب، عندي أيضا بعض التعاليل جدا هامة أخذتها في هذا الدرس وحبيت أذكرك فيها. التعليل الأول علل تسمية الزمن الدوري بهذا الاسم، السبب لأنه زمن دورة واحدة. أيضا أخذنا التعليل تسمية القوة في الحركة الدائرية بهذا الاسم اللي هو ماذا؟ قوة مركزية، لأنها تتجه دوما نحو المركز. أيضا أخذنا تعليل أخير يسمى تسارع الحركة الدائرية بالتسارع المركزي، وطبعا الإجابة أيضا لأنه يتجه، يعني السؤال هذا إجابته نفس هنا، لأنه ماذا؟ يتجه دوما ماذا؟ إلى ماذا؟ مركز الدائرة. إذن هذا بالنسبة لأهم التعاليل الموجودة، وأنا ذاك ذكرتها لكن أرجع أحب أعيدها لك هنا حتى تتعود أنك تجمع التعاليل في شريحة ماذا؟ في شريحة واحدة. هذا بالنسبة للتعاليل. أيضا عرفنا سابقا أشكال القوى المركزية، وكنت أقول لك أنه ممكن يجي لك أذكر أو أين تتمثل القوى المركزية في كل من، إما أخذها لك كصور أو أشرحها لك كتابة. مثلا لو كصور أجيب لك الأربع صور هذه وأقول لك أين تتمثل القوى المركزية، فتكتب الجملة المكتوبة تحتها بالضبط. يعني الأولى رجل يدور بمطرقة، تتمثل القوة المركزية فين؟ في قوة شد الحبل. يعني القوة المركزية نعلم جيدا أنها قوة باتجاه المركز، لكن تساوي ماذا هنا؟ هذا المقصد. في الصورة الأولى تساوي شد الحبل، في الصورة الثانية تساوي ماذا؟ احتكاك العجلات بالشارع، في الصورة الثالثة للنواة تتمثل القوة المركزية في قوة التجاذب الكهربية بين الجسيمات، أما في الصورة الأخيرة وهذه اللي حتى أخذناها في الجاذبية تتمثل القوة المركزية في قوة التجاذب ماذا؟ الكتلي. بمعنى أن القوة المركزية تساوي القوة الموجودة اللي هي قوة التجاذب، قوة الجذب الكتلية بمين اللي هي أخذناها في قانون نيوتن الرابع، وحتى طبقناها في الباب الرابع لو تتذكر. هذا بالنسبة لو أتاك سؤال أين تتمثل القوة المركزية أو ماذا تساوي القوة المركزية. أيضا عندي تدريب، هذا تدريب موجود في كتابك في صفحة 171. التدريب ماذا يقول؟ يسير متسابق بسرعة مقدارها 8.8 متر لكل ثانية في منعطف نص قطره 0.25، يبدو لي 25 متر. ما مقدار التسارع المركزي للمتسابق؟ وما مصدر القوة المؤثرة فيه؟ طبعا سألك عن التسارع المركزي، إذا مباشرة يروح تفكيرك لدرس الحركة الدائرية، بالتالي تطبق مباشرة وتكتب التعويضات كما هي موجودة لديك. المعطيات في 8.8، الآر اللي هو نصف القطر عبارة عن 25 وهي عبارة عن الموجودة عندك صراحة. أيضا عندك السؤال يقول لك ما مقدار التسارع المركزي، إذا A C رمز التسارع المركزي هو استفهام وهو
المطلوب. طبعا لو تلاحظ ستعوض تعويض ماذا مباشر هنا؟ AC تساوي V تربيع على ماذا R؟ هل الV موجودة؟ نعم، اللي هي قيمتها 8.8. هل الR موجودة؟ نعم، وهي 25. نقسمها بالآلة راح تطلع لك النتيجة 3.1، وما أنسى الوحدة. إذا السؤال مثل هذا يكون سؤال مباشر. عندي تنبيه جدا يعني أحب أنك تنتبه له بالنسبة للتسارع المركزي. التسارع المركزي أخذت له قانونين، القانون الأول اللي هو عبارة عن في تربيع على R، والقانون الثاني اللي هو عبارة أو بدلالة الزمن الدوري. هذا القانون سنأخذ عليه مسألة بعد قليل، وسأخبرك كيف تفرق ومتى تستخدم هذا القانون أو هذاك القانون. طبعا عند قراءتك المسألة وكتابتك المعطيات، بمجرد أنك تتأمل وترى المعطيات هنا، سترى المعطيات ما هي إلا V و R. فلا يعقل أني أستخدم قانون فيه T، يعني AC تساوي كذا كذا T اللي هو 4 باي R تربيع على T تربيع، تستخدم هذا القانون وهو أصلا ما أعطاك T. فبالتالي أنا لا أكثر من استخدام القوانين التي يوجد بها مجاهيل كثيرة. أحاول عند اختياري للقوانين أن تكون جميع المعطيات موجودة عندي والمجهول واحد فقط في القانون، عند ذلك يكون هو القانون السليم في الاستخدام. طيب نشوف أيضا، عندي أخذنا أيضا في هذه الجزئية القوى الوهمية، أجبلت القوى الوهمية لك في آنذاك في الدرس بهذه ماذا؟ الخريطة البسيطة. قلت القوة الوهمية أنه هي أول شيء، ما هي القوة الوهمية؟ هي قوة الطرد المركزية. هل هناك قوة طرد مركزية؟ لا، لا توجد قوة طاردة مركزية، وذلك أو أن السبب في أنه الجسم لا يسقط داخل الدائرة هو محافظة الجسم الذي يدور على ماذا؟ على محيط الدائرة بسبب القصور الذاتي. الدليل على هذا الكلام أنه لو أفلت أو أطلقت أي جسم موجود مكتوب عندك بالأصفر، لو كانت هذه القوة موجودة لتحرك الجسم باتجاهها عند زوال قوة الجذب. يعني لو تتذكر تحليلات اللي أخذناها في هذا الدرس، كانت تحليلات مقنعة جدا واضحة جدا أنه هناك لا توجد قوة ماذا؟ طرد مركزية. غالبية الدرس هذا يأتيك على هيئة تبريرات أو تعليلات أو خيارات أو صح وخطأ، يعني لأنه الدرس كله على بعضه يعتبر درس فهم واستيعاب أكثر حاجة. فبالتالي أنت في هذه الجزئية احرص على الطالب والطالبة أن تفهم الجزئية هذه جيدا، أنه ما السبب أن القوة الطاردة تعتبر قوة وهمية؟ لأنه باختصار الجسم الذي يدور عندما يفلت، لا عندما يفلت يعني لا يوجد قوة جذب مؤثرة عليه، فهذا الجسم ينطلق باتجاه السرعة وليس باتجاه القوة الطاردة، مما يعني أنه لا توجد أصلا قوة طاردة، وأن السبب في أن الجسم يظل يدور بسرعة ثابتة حول الدائرة هو ماذا؟ القصور الذاتي. وقتها حللناها تحليل جيد، وأنا أنصحك أنك تذهب إلى فيديو تلك الحلقة وترجع تعيدها وتشوف تحليلات كيف كانت. إذن هذا بالنسبة للقوة الطاردة. أيضا أخذنا الدرس الثالث، كان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن السرعة النسبية. ذكرت لك أن السرعة النسبية تعتبر من التطبيقات على الحركة في بعدين، والسبب في ذلك لماذا هي تعتبر من التطبيقات في الحركة على بعدين؟ لأنه تأخذ اتجاهين. لما كنت أقول لك السرعة النسبية نوجد اتجاهها عندما تكون في اتجاه واحد نجمع، في اتجاهين متعاكسين نطرح، هذه ما عندك مشكلة فيها. لكن الثنتين الأخيرات اللي لما يكون السرعات بينهم زاوية قائمة كنت تستخدم فيثاغورس، ولما كانت بينهم زاوية لا تساوي 90 درجة كنت تستخدم قانون جيب التمام. إذن باتجاهين ولا لا؟ باتجاهين، فبالتالي حركة في بعدين. طيب ماذا تناولت في السرعة النسبية؟ تناولت ثلاث جوانب أساسية، أولها تعريفها، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثلاث حالات تتعلق بالراكب والمراقب أخذناها، ثم بعد ذلك أخذنا تطبيقات. هنا الخريطة هذه تشبه الخريطة اللي أخذتها تماما معي أثناء شرحي للدرس، إلا أنني زدت فيها أشياء رأيت أنها يعني مهمة. مثلا كنت في الخريطة السابقة كتبت لك الواحد واثنين وثلاثة وأربعة بدون ما أكتب لك القوانين، هنا حتى أشمل الخريطة أكثر وضعت لك القانون حتى تتذكر أنه عندما تكون ماذا؟ باتجاه واحد أجمع. انظر في الصورة التي أعلاها، الصورة التي أعلاها ترى سهمين باتجاه واحد اللي هو كان اتجاه حركة القطار. لما كنا نقول إذا كان قطار يتحرك باتجاه مثلا الشرق وهناك راكب داخلها تحرك باتجاه مقدمة القطار، كيف كنت تجيب السرعة؟ كنت أجمع
وسبب في ذلك أنه الجسمين أو السرعتين في اتجاه واحد فجمعت زي الأولى. الثانية نفس المثال، وكان الشخص الراكب موجود على الكرسي ولكن في هذه المرة تحرك إلى مؤخرة القطار، ففي هذه الحالة ماذا فعلت؟ طرحت وضعت لك القانون ووضعت لك الرسمة التي تذكرك في ذلك، لأنه برأيي وجود الرسومات في خرائط المفاهيم والقوانين ترسخ في ذهن الطالب والطالبة أفضل كثيرا من الكلام المكتوب، فعندما تترى الرسمة تتذكر مباشرة أنك ستطرح. أما بالنسبة لي إذا كانت السرعتين تحصران بينهما زاوية، وهذه راح نشوفها بعد قليل في أمثلة، سنقوم بتطبيق نظرية فيثاغورس وكتبت لك النظرية R تربيع تساوي A تربيع زائد B تربيع. أيضا عندما تحصران بينهم زاوية بينهما لا تساوي ماذا؟ لا تساوي 90 درجة، ففي هذه الحالة طبقت قانون جيب التمام معك، وكمان أتذكر حلينا إحنا مسألة على هذا الجزئية. نرى الآن النسبية، أخذنا تعريفها. تعريفها هي عبارة عن ماذا؟ السرعة التي يغير فيها الجسم وضعه بالنسبة لجسم آخر. أخذنا أيضا هذه حركة سرعة نسبية، قلت لك على ثلاث حالات، ولو تفتكر أخذت ثلاث شرائح. الشريحة الأولى عندما كان الراكب ساكن ووضعت عليها أسئلة متسلسلة، ثم بعد ذلك أخذت الراكب عندما يكون متحرك الأمام ووضعت عليها أسئلة، ثم بعد ذلك شريحة ثلاثة كنت أخذت الراكب متحرك إلى الخلف وأخذت عليها مجموعة من الأسئلة في هذه الجزئيات. كانت الأسئلة متسلسلة، كانت يعني واضحة. طيب الآن دعنا نطبق في مثال أو تدريب من الكتاب في صفحة 175. هذا التدريب اللي هو رقم 24 لنقرأ معه عن السرعة النسبية. طبعاً إيش يقول لك؟ تطير طائرة في اتجاه الجنوب بسرعة 175 كيلو متر لكل ساعة بالنسبة لمين؟ للهواء، وهناك رياح تهب في اتجاه الشرق بسرعة 85 كيلو متر لكل ساعة. بالنسبة للأرض ما مقدار سرعة الطائرة واتجاهها بالنسبة للأرض؟ أول مرة قرأت المسألة أفهمها شوي، ثاني مرة بقرأ المسألة بحاول أضبط لي رسمة تسهل علي المفهوم. أنا عرفت الآن سرعة نسبية وأعلم جيدا أني يا أما أجمع يا أما أطرح يا أما فيثاغورس يا أما جيب التمام، عارفة على طول بمجرد قرأت المسألة، فأنا بطبق أحدى هالأربع الطرق مباشرة. كيف أختار أيهم؟ طبعاً مباشرةً سأستبعد الجمع، سأستبعد الطرح، لأنه الحركة لا هي للمقدمة ولا هي للآخر قطار أو من هذا القبيل. تبدو لك الحركة ماذا تكون يعني تحصر بينهما زاوية، بما أنه لم يذكر لديك بزاوية مقدارها كذا، فأعلم عزيزي الطالب والطالب أنه ليس قانون جيب التمام. إذا أنا الآن أقول لك علامات تقدر من خلالها تقرأ المسألة تعرف أي قانون تستخدم. جتني هالمسألة في اختبار، أعرف قوانين السرعة النسبية أربع، أيهم بطبق؟ أبعد تماما الجمع، أبعد تماما الطرح، أبعد تماما جيب التمام. والأسباب كما ذكرت، لماذا أبعد الجمع؟ لأنه لم يقل في مفتاح حل في المسألة مقدمة قطار، مؤخرة قطار، أو مقدمة طائرة أو مؤخرة طائرة. أما بالنسبة لماذا استبعدت اللي هو جيب التمام؟ لأنه ما ذكر لي الزاوية صريح، يعني لو أنا بطبق جيب التمام لازم يقول لي الزاوية 40 50 60 أي زاوية كانت لازم يذكرها، ما ذكرها ما تستخدم قانون جيب التمام. وذكرت لك علامة أفتكر في أثناء شرحي للدرس، قلت إذا ذكر في المسألة للسرعة النسبية الاتجاهات الأصلية شرق غرب جنوب شمال تستخدم فيثاغورس، ويبدو لي ذكرها لك، إذا مباشرة تستخدم قانون ماذا؟ قانون فيثاغورس. أنا رسمت لك رسمة مبسطة هنا، أنظر وتأمل معي. طبعا اللي بالأسهم البرتقالي هذه عبارة عن حركة الرياح وحركة مين؟ الطائرة. عندك حركة الرياح باتجاه الشرق 85 كيلو متر لكل ساعة، حركة الطائرة باتجاه الجنوب 175 كيلو متر لكل ساعة، ورجعت كتبت لك البلان والوايند على أساس تعرف أنه إحنا راح نستخدم البي والدبليو ونستخدم أسلوب أني راح أكتب ماذا؟ أكتب المعادلة اللي بالأخضر زي ما تشوفها كذا عندي، بي بالنسبة لمين؟ للدبليو زائد الفي دبليو بالنسبة لإي، لأنه المطلوب سرعة الطائرة بالنسبة للأرض. أتوقع كذا أصبحت المسألة سلسة عندك وسهلة، وما عليك إلا إنك تطبق. أبغى أنبه لنقطة جدا مهمة، لو تأملت الوحدات في السرعات تجدها كيلو متر لكل ساعة، أيضا من ال 175 ولل 85، أنت الحين ممكن يعني يطلع لك سؤال تقول
انه احنا تعودنا الوحدات لازم اخذها دوليه، وانه لما يجيني وحده كيلومتر لكل ساعه لازم احولها متر كل ثانيه زي ما تعلمنا. كلامك صحيح، لكن بما انه الوحدات على نفس النسق ما يستدعي الموضوع انك تحول. يعني حل بما انهم متجانسات كلهم كيلومتر لكل ساعه، اكمل حلك، اكمل حلك. وهو هنا في السؤال لم يشترط يقول لك هات السرعه بوحده متر لكل ثانيه، بما انه لم يشترط وبما ان الوحده متجانسه، اذا اكمل حلي جدا باسلوب عادي واطبق بدون ما احتاج الى تحويل. في حال انه ذكر في السؤال مع ايجاد السرعه بوحده متر لكل ثانيه، تحل، ولما تنتهي ولما تطلع الناتج تقوم في الاخير بالتحويل، كذا يكون اسهل. تتبع ما اقول في ملاحظاتي بالنسبه لمين؟ للسرعه النسبيه، وباذن الله بتكون سهله عليك عزيزي الطالب والطالبه. كما ترى هنا التطبيق في قانون فيثاغورس، احنا نكتب القانون اللي بالاخضر، هذا القانون اللي بالاخضر نكتبه حتى نطبق معادله السرعه النسبيه. كتبته بالعموم، طبعا لما تكتبه بالعموم هو يطبق او تكتب، لو جمعت، لو طرحت، لو نظريه فيثاغورس، او لو حتى جيب التمام تكتبها، وبعد ما تكتبها تجي تطبق اللي انت فهمته، اجمع اطرح فيثاغورس او جيب التمام. لو تلاحظ احنا نكتب القانون في الاخضر ثم بعد ذلك نقوم بتطبيق نظريه فيثاغورس. لو تشوف الفي عباره عن ماذا؟ الجذر التربيعي ل 175 لكل تربيع زائد 85 لكل تربيع، طلعها من تحت الجذر، خلصها بالاله، تطلع لك 190 كيلو متر لكل ساعه. طبعا الحل فقط بالسطر الاولاني هذا اللي بالجذر انتهينا. تسالني تقول لي ثيتا هذه عباره عن ماذا؟ ثيتا هذه عباره عن ميلان الطائره. يعني الطائرة ستميل، وانت شايف انا رسمت لك في الرسمة واضحة لك جدا انه اتجاه رياح شرق بالبرتقالي واتجاه سرعة الطائرة للجنوب بالبرتقالي، رسمت لك المحصلة بالاصفر اللي هو اتجاه الطائرة. ابغى اتجاه الطائرة، انت لما تجيب اتجاه الطائرة احفظها، يعني هي ثابتة لكل مسألة للسرعة النسبية في فيثاغورس. احنا هذا عندنا لو اكملت شكل مثلثي، صح ولا لا؟ هذا هو شكل مثلثي كذا. عندي الزاوية المطلوب إيجادها هو ميلان المحصلة، هذه الآر المحصلة اللي أنت جبتها، ميلانها اللي هو هذا عبارة عن ثيتا. ثيتا لو أنت بتجيبها، البرتقالي هذا عبارة عن مجاور وهذا عبارة عن مقابل، وزي ما تعود دائما وقلت لك وقتها إنه لما توجد ماذا؟ لما توجد الزاوية دائما تستخدم تان ماينس 1. تان ماينس 1 لمين؟ للمقابل على المجاور، على طول تاخذ المقابل على مين؟ على المجاور اللي هو مين؟ 175 على 85 بالآلة شيفت تان، وتدخل الرقم 175 على 85 راح يطلع لك الزاوية 64، بمعنى إنه الطائرة ستميل بمقدار 64 عن الأفق. واضح؟ إذا هذا بالنسبة لو طلب منك اتجاهه دائما اتجاه المحصلة تأخذه بطريقة التان. إذا هذا بالنسبة للجزئية هذه اللي نرى الآن. عندي كمان تدريبات أخرى جميلة أخذتها من مصادر متنوعة. عندي هنا هذا التدريب أخذته من أسئلة التجميعات اللي هي التحصيلي. اقرأ معي. أوجد التسارع المركزي لجسم يدور بسرعة ثابتة المقدار 2 متر لكل ثانية في مدار نص قطره 2. أول شيء زي ما تعلمت أفكر هذا أي درس؟ أي درس هذا؟ بما أنه قال تسارع مركزي درس الحركة الدائرية، على طول يبغى إيش؟ يقول عندك سرعة ثابتة، إذا هذه مقدار الـ V في مدار نص قطره 2، هذه مقدار R، مطلوب A، أجل على طول قانون AC V تربيع على مين؟ على الـ R. شوف عندك AC V تربيع على R، طبقت 2 تربيع على 2 طلع الناتج 2 متر لكل ثانية تربيع، إذا الإجابة B. في السؤال الثاني، تقف خنفساء على حافة عجلة دوارة وعلى بعد 20 سنتي، يعني بعدها، بعد الخنفساء عن مركز العجلة 20 سنتي من المركز. فإذا كانت مقدار السرعة المماسية للخنفساء 4، فما مقدار تسارعها المركزي؟ يعني باختصار بعطيك R 20، معطيك السرعة V 4. انتبه لنقطة قبل أن أستعجل وأعوض، أنه عندي الآر بوحدة مين؟ السنتي، وعندي الأربعة بوحدة ماذا؟ المتر، وعندي الخيارات بوحدة المتر، فأنا مجبر أحول العشرين، لازم
لو يعني في اختبار القدرات لمحتها لمحة سريعة كذا، لقيت هذه بالسانتي وهذه بالسانتي والإجابات بالسانتي، خلاص لا تحول على طول، عوض وطلع النتيجة. أما إذا لقيتها بهالطريقة مختلفة والإجابات الموجودة بوحدة المتر والمعطيات بالسانتي، فأنت مجبر أنك تحولها لسانتي، 20 سانتي تقسم على 100، بالتالي تطلع لك 200. وشوفني هنا لما أنا عوضت بنفس القانون كتب لك 4 تربيع، ما عندي مشكلة فيها. جيت تحت الآر ما كتبت 20، كتبت 2/10. ليه 2/10؟ 20 تقسيم 100 بالتحويل راح يطلع لك 0.2. وجربها أنت بالآلة عشان على أساس تتأكد من نواتج عندي موجودة تساوي 80 طلعت لي. إذا الخيار عندي سي اللي هو عبارة عن 80 متر لكل ثانية تربيع. عندي سؤال أخير بعد هذا السؤال جميل، يقول لك علق أو علق جسم كتلته 0.2 كيلوغرام، إذا هذه كتلة اللي هي M، بخيط طوله 1 متر، إذن هذا عندي طول. ما مقدار القوة المركزية المؤثرة على الجسم عندما يتم دورة خلال 3.14؟ أنا أول حاجة لازم أحدد أنا أي درس، بما أنه قال لك قوة مركزية إذا يسألني عن القوة المركزية، إذا درس الحركة الدائرية لأنه أنا أخذت فيها القوة المركزية، أعطاك الكتلة M، يبدو لك المعلومات. الطالب الذكي يجمع المعلومات هذه وعلى طول راح يكتب القانون. إذا الكتلة عندك M وهذه عبارة عن R، وعندك الـ 3.14 عبارة عن T. كيف هذول كلهم يتجمعون؟ بأسلوب جدا بسيط، أنت أخذت القوة المركزية FC تساوي M ضرب AC. AC أخذتها بدلالة، وقبل قليل قلت أخذت الـ AC لها قانونين، القانون الأولاني اللي هو هذا بدلالة سرعة و R، ويبدو لك هنا في سؤالك ما أعطاك سرعة، أعطاك R بس ما أعطاك سرعة، أعطاك T، فأنت مجبر تأخذ القانون اللي هو بالتي اللي هو عبارة عن 4 باي تربيع في الـ R تربيع على التي تربيع. لتأملت هذول راح تلاقيهم كلهم موجودين عندك، إذا مباشرة ستعوض بهذا القانون ستعطيك قيمة الـ FC مباشرة. انظر معي الآن للحل. طبعاً أنا لو ما كتبت الأرقام وكتبت الرموز ما قدرت توصل القانون كذا بسرعة. شوف عندك F تساوي M ضرب 4 باي تربيع R على مين؟ على T تربيع. مجرد ما شفت مجموعة الأرقام وسميت كل رمز عرفت إني بستخدم هالقانون مباشرة، فطبقت فيه مباشرة. لو تلاحظ بدون تحويل بدون شيء، لو تلاحظ عندك هنا الام عوضت فيها 0.2 ضرب 4 باي تربيع مضروبة في الواحد، حيث الواحد هو الطول اللي أعطاك إياه. هنا علامة الضرب طايرة بس هي تنزل تحت هنا، أوكي؟ تصير عندك 4 باي تربيع ضرب الواحد على 3.14 طبعاً تربيع. عندك الباي هذه 3.14 تروح مع الباي على طول مباشرة، يعني معناته 4 ضرب 1 4، يعني معناته 4 مضروبة في 0.2. يبدو الجواب راح يطلع لك ديب. خلينا نشوف الإجابة لنتأكد. إذن هذا بالنسبة لدي. إذن الحل عندك دي في هذه الجزئية، انتبه جيدا من خلال يعني تحلنا لهذه الأسئلة بالأسلوب السهل، مجرد التفكير في القانون وحصر الفكر في درس واحد وأي قانون أستخدم كذا، أنت بإذن الله وصلت إلى أسلوب حل سهل وصحيح. أيضا لدي ماذا؟ لدي هذه الأسئلة الجميلة واللي بذكرك فيها جاوبتها قبل قليل، حبيت أستحضرها عندي لأنها تشرح نفس الهدف اللي كنت أنا أبغى أقوله. عبارة عن ماذا؟ يسألك عن القوة المركزية لكل من ويعطيك تصورات لمشاهد. أول تصور إيش قايل لك؟ كرة أي، كرة مربوطة بخيط تتحرك في مسار دائري، حركة دائرية منتظمة. ب، قمر اصطناعي يتحرك حول الأرض، حركة دائرية منتظمة. س، سيارة تتحرك في دوار، حركة دائرية منتظمة. أعطاك A B C، والمطلوب منك ما مصدر القوة التي يسبب التسارع المركزي. شوف قال لك مصدر القوة، قال لك ما شكل القوة المركزية، قال لك أين تتمثل القوة المركزية. تختلف الأسئلة لكن الإجابة واحدة، ودائما طلاب أولى ثانوي مجرد أغير عليهم صيغة السؤال المصب واحد، الإجابة واحدة، يختلف ولا يعرف أنه نفس الإجابة. أنت فاهم المنهج فلا داعي للارتباك. إذا أنه يسألك عن مصدر القوة المسببة لمين؟ لهذه المشاهد، فمباشرة تذكر الرسم. ألا يذكرك هذه الأسئلة بهذه الصور نفسها؟
نفسها. أي كرة مربوطة بخيط تحرك مسار دائري زي اللي ماسكها الرجل تحت هنا، تتمثل القوة المركزية في شد الحبل. قمر صناعي يتحرك حول الأرض مثلها مثل صورة المجموعة الشمسية، تتمثل القوة الشمسية القوة المركزية فين؟ في قوة تجاذب الكتل. إذا الجواب قوة التجاذب الكتلي. أما بالنسبة للسيارة تتحرك في دوار فتتمثل القوة المركزية في احتكاك العجلات زي ما ذكرت لك سابقا تماما. هذا السؤال أخذناه من كتاب مصادر تعلم عندنا في أولى ثانوي. بكذا أعزائي الطالب والطالبة نكون انتهينا من استذكار وتعزيز أهم المفاهيم الهامة التي رأيتها بوجهة نظري مهمة لك عزيزي الطالب والطالبة. أرجو لكم دوام التوفيق وأشوفكم الحصة الجاية بإذن الله، إن وفقنا من الله وإن أخطأنا في أنفسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. How are you everyone? How was your day today? الحمد لله. Where are we today? Do you know? Let's see together. You've got mail, wishful thinking, complaints. I wonder what happened. If it hadn't happened, what they said. Today we are, yes, here, what they said. What is this? What can you see? The news. Do you like to watch the news? Wonderful. Which part of the news do you like most? Which part do you like to watch? The news about what? Do you like to watch the news about politics or sport or health or science or weather? Which part of the news do you like to watch most? Which one? You like to watch sport, news about sport, wonderful. You like to see the weather, yes. You're concerned about health, so you like to watch news about health. Wonderful. So any part of the news, when you watch it after that, what do? You go to tell your family, your relatives, your parents, your friends about what you have
heard in the news, right? So here, what are you doing? You are reporting, right? You are reporting what have you seen or what have you heard. Wonderful. So today, inshallah, we're going to report what people said. We're going to discuss famous quotes and report them too. How are we going to do that? Using the reported speech and using reported questions too. Let's get started. Look at the first picture here, the candidate. What does the candidate for mayor say in his speech? Let's read together. These are his words. He said, I will build a sport complex and I will not raise taxes. Do you see the speech balloon? These are his own words. If you are going to report these words, if you are going to tell others what the mayor said or the candidate said, if a reporter is going to tell us what he said, how is he going to report these words? The reporter, look at the reporter words. The candidate for mayor said he would build a sport complex and he would not raise taxes. Do you see, compare between the candidate own words and the reporter words. Look at the differences. Will build becomes would build. Yes. Another news here. Okay. Let's see what does the doctor say about this. Look at the doctor's words about the pomegranate. He said, according to recent studies, pomegranate juice is healthy because it lowers blood pressure and pumpkin seed seems to improve memory. These are about health. These are the doctor's words. These are the doctor's word. Clear? What is the reporter going to say? Or how are you going to report these words to your family, to your friends? How are you going to report them? Look at the reporter here. Read the reporter words. What does he say? Compare the reported speech with the doctor's words. The doctor said that, according to recent studies, pomegranate juice was healthy because it lowered blood pressure and pumpkin seeds seems to improve memory. Now first, before we talk about the word, do you like pomegranate? Do you like pumpkin? Now they are very healthy. Whether you eat them as fruit or you drink the juice of the pomegranate or you eat the pumpkin. Now what does the doctor say here? It's healthy because it lowers blood pressure and pumpkin seeds seem to improve memory. The reporter, he reported the doctor's words. What does he say? The doctor said that according to recent studies, pomegranate juice lowered, seemed. Do you notice the changes? Wonderful. Okay, the following one here. We have a conversation between the interviewer and the doctor here, the professor. What is it about? Mr. Holyfield, can you tell us about the results of the exam? He's asking him a question. What was the answer? They scanned my head and found nothing. They scanned my head and found nothing. He asked him about his health. The professor said, they scanned my head and found nothing. Though it seems a little bit silly, the answer, yet it says, they scanned my head and found nothing. It means he's in good health. It doesn't mean that his head is empty. No, it means he's in good health. Now, how are we going to report these two speeches? Now, this one is a question and this one is a statement. Look at the reporter. How is the reporter going to report these two speeches? These two direct speeches. Let's read together. The interviewer asked Mr. Holyfield, the famous TV presenter, if he could tell us about the results of his exam. He replied that the doctors had scanned his head and had found nothing. What changes in the speech? This is the direct one, the reported one here, or the indirect. What changes? Right, first look at the question.
Can you tell us about the results of the exam? What does he say? If he could tell us about the result of the exam. If he could, we use if because we have a question. And can changes to could. Wonderful. Can changes to could. And we use if because we're asking a yes no question. Also here, scanned changes to had scanned. The past changes to past perfect. Found changes to had found. Changes also to past perfect. So when you are reporting statements or questions, what should we do when you are reporting? Because you are going to practice direct speech to reported speech. The first one, you're going to take off the speech marks. Then you're going to do what? Speech marks, you're going to take them. Then you're going to change the tense inside the sentences. Okay, let's see here, practice more. Ellie, you have speech marks. I can't come to the meeting. What did Ali say? Ali said, okay, that I, yes, because he's Ali, so what are we going to say? That he can, is can't is going to be couldn't. Wonderful. So he said he couldn't come to the meeting. He said he couldn't come to the meeting. Notice the changes, speech marks, no speech marks. Okay. I becomes can because Ellie is speaking. Can't changes to couldn't. Present changes to past. Okay, the second one here. It's your turn. Hint, I don't like mangoes. I don't like mangoes. I is going to be what? Because we have hint. Don't is going to be the past. I, yes, right, she. Don't, the present is going to be didn't. Wonderful. So she said she didn't like mangoes. She said she didn't. Present changes to past. Okay, here. Huda wrote the letter. Huda wrote the letter. Look at the sentence. We have speech marks. Okay, and we have wrote. The past tense. How are you going to report it? Ali said, you can use that. Huda wrote, past is going to be write, like scan, had scanned, wrote, had written. Wonderful. Ali told me that she had written the letters, or Huda had written the letters. Of course, you can use said, you can use told me, you can said announced, you can said advised, different words when you are reporting. Notice the changes. The present changes to past. The past changes to past perfect. The model can is going to be could. We changes the model into the past tense of them. Can, could, may, might, will, would. And the verb do is going to be did. Clear? Okay, what about questions? Now I have a question. How am I going to report a question? Are you a student? Question mark. Are you a student? And here we have, how old is she? How old is she? First, what is the difference between the two questions? Right, this is yes, no question, and this is WH. How did we report the yes, no question? Yes, who can tell me? What are the changes? Look at the highlighted words, the words written in blue and red. Wonderful, we use if, because it is a yes, no question. Okay, and the verb become was, the past. If Tom was a student. If Tom was a student, the present changes into past. Okay, the second one, how old is she? Is this a yes, no question? No, this is WH. So what do we use? Do we use F? No, we don't. We use how old again. How old she is changes to was. What else did we change here? Yes, we form a sentence formation. Subject, verb. Subject, verb, sentence formation. She asked how old she was. How old she was. So when you are going to report the tenses, the present simple changes to past simple.
is changes to was, write, wrote. Present progressive changes to past progressive, is writing, was writing. Past simple changes to past perfect. Present perfect changes to past perfect. And the models changes to the past form of them. Can, could, may, might, have had, must had, yes. Questions? More changes in the reported speech? Yes, no questions. You're going to use if. Change the tenses. Then sentence formation. Subject, verb. WH question, you're going to use WH word, change the tense, and sentence formation. Other changes, the pronouns, like I, which changes to he, she, you, your, time expression, tonight, tomorrow, we change them. So you change the tense, you take out the speech marks, you change the tense in the sentence, and then you change the pronoun and the time expression when you are reporting. Now, we have reported what people said in the news. Now, let's report something different. Let's report quotes and quotes. Usually, before we start reporting quotes, what are quotes about? Yes, sometimes quotes are from politics, yes, or from literature, authors, writers, famous authors and writers, from law, yes, successful people, from comics, yes, and from military, right? So we hit different places where we have quotes from. Who said the quotes? Why do we take this special quotes from this person? Because the person is a what? Yes, because he's a famous person. Why is he famous? Because he's a famous author, writer, a famous politician, yes, a famous, a successful person in his career. A successful person in his career as computer or writing or an educator, a scientist, kings, yes. History people, wise people, they give us quotes. Okay, and why do we learn these quotes? Because it is, these quotes are wise because it's taken from long experience in life. Okay, it's taken from their long experience in life. Let's read some quotes and try to do what? To report them. Okay, let's do the first quotes is from King Salman bin Abdul Aziz, the custodian of the two holy mosques. What does he say? My primary goal is to be an exemplary and leading nation in all aspects, and I will work with you in achieving this endeavor. So it is told, said by King Salman, the custodian of the two holy mosques. If a reporter is going to report this, how is he going to say it? Or if you are going to report it to your family or friends, how are you going to report it? Look at the highlighted. This needs to be changed. My, he's talking about himself, so he said my. If you are talking about him, what are you going to say? Right, his. Is present is going to change to it. Will model is going to change to it. You got it? You wrote it down? Okay, let's check. King Salman bin Abdul Aziz Al Saud said that his primary goal was to be an exemplary and leading nation in all aspects, and that he would work with us in achieving that endeavor. Do you see the changes? The pronoun, we changed the pronoun and the tenses of the verbs. So this is the way you report quotes, if you're going to tell your parents about these quotes or your family, relatives, or friends. Another quote, are you ready? Okay, look at this quote by Robert Frost, an American poet. What does he say? Read the quote first. Half the world is composed of people who have something to say and can't, and the other half who have nothing to say and keep on saying it. In this quote, what does he do? He divided people to people who know what they are going to say, but they couldn't say it, and people who doesn't know but say anything. Now, our main concern here now is to report the quote. Look at the highlighted words. Think, how are you going to change them? Is, have, can't, have, and keep.
Did you change them? Okay. Are you ready? Let's start. First, we talk of the speech marks. Do you see? No speech marks. Okay. Forrest said, I just said here, that half the world was composed of people who had something to say and couldn't. Can't, couldn't. And the other half who had nothing to say and kept on saying it. Do you see that? Notice the changes? What did we change? Yes, is changes into was, have had, can't, couldn't, keep, kept. Present changes to past, the model changes to the past of the model, and we take off the speech marks. Did we change any pronouns here? No, we don't have pronouns. Okay, the following one. Now I'll give you 1 minute. Read the quotes and try to report it. Notice the highlighted words. These are the things that you need to change, the words you need to change. Present changes to past. Past changes to past perfect. Model, use the past form of the model. Yes, no question, use if. WH question, use the WH word. It is a terrible thing to see and have no vision. First, this quote is said by, yes, Helen Keller, an American author, activist, and lecturer. What does she say here? That it is a terrible thing to see and have no vision. What does it mean, this quote? That you have the ability to see. You have your eyes. You can see things. But you don't have a vision. It means you can't imagine things. You don't have a goal in your life. And this is very terrible. If you want to report this quote to anyone, what would you say? Yes, Helen Keller said, it was, yes, and have no vision, had no vision. And notice there is no speech marks. Helen Keller said, it was a terrible thing to see and had no vision. Do you like this quote? Okay. The following quote here. Everything that can be invented has been invented. Everything that can be invented has been invented. Can you report this quote? Everything that can be invented has been invented. He said, okay. Right? Can changes to what? Can is a model. Right? Could? Has been invented. Has the present is going to be past. Right? So it's going to be here. Charles Duhigg said in 1899. This is the name of the person. We use the verb said. And as we said before, you can use told, announced, advised. That everything that could be invented had been invented. Can changes to could, has been invented, changes to had been invented. Wonderful. So what did we do today? What did we do today? Yes, we reported what people said in the news. If you hear the news and you want to report what people said, we discussed famous quotes and we reported them using what? Using reported speech and reported questions. Now, what are you going to do today? Watch the news, report what you hear in the news to your family, or read some quotes and report them to your family. Thank you. See you next class.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابي وطالباتي العزيزات، ها نحن نلتقي مجددا في الاتصال الكتابي، واليوم سنتحدث عن كتابة القصة. طلابي كما اعتدنا نتعرف أولا على الأهداف التي سوف نحققها اليوم بإذن الله، وهي أن يعدد الطالب العناصر الفنية للقصة، أن يميز الطالب أنواع القصة، أن يوضح الطالب أساليب عرض القصة. ننطلق طلابي وطالباتي مع هذا التدريب أو هذا السؤال الذي يقول: أكمل الفراغ التالي. طرق سرد القصة: 1، 2، 3، 3 فراغات. نستنتج من ذلك أن القصة 3 طرق للسرد. ما هي يا ترى؟ نعم طلابي وطالباتي، هي السرد، الحوار، الوصف. كل هذه هي طرق لسرد القصة، إما أن يكون بالحوار المتبادل بين الشخصيات، أو بالوصف، وصف الأشياء، وصف الشخصيات، وصف الأحداث، أو بالسرد كسرد الأحداث تبعاً للحالة الزمنية أو لأهميتها وتأثيرها على القاص. تنقسم القصة إلى 3 أنواع، هذا هو التدريب التالي. تنقسم القصة إلى 3 أنواع. ما هي أنواع القصة يا ترى؟ ما هي أنواع القصة يا ترى؟ أنواع القصة طلابي وطالباتي هي الأقصوصة والقصة والرواية. الرواية هي أكبر حجماً وأكثر شخصيات ويكون زمنها أطول، بينما القصة تكون أقل منها في الزمن وأقل منها في الشخصيات وفي الأحداث. بينما الأقصوصة تعد الأقصوصة أو القصة القصيرة كما نسميها، هي تتحدث عن حدث واحد وربما شخصية واحدة أو شخصيتين. هذه هي أقسام القصة أو أنواع القصة. طلابي وطالباتي، نرى الآن أمامنا جدول. هذا الجدول فيه عمود ألف وعمود باء. ما هو المطلوب منا يا ترى؟ هو أن نصل العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. ماذا يوجد لدينا في العمود ألف؟ يوجد لدينا في العمود ألف مصطلحات أو كلمات، ويوجد لدينا في العمود باء تعريفات لهذه المسميات أو هذه المصطلحات. المصطلحات التي أمامنا في العمود ألف هي الفكرة، ثانياً القصة، ثالثاً الشخصيات، رابعاً الأحداث. بينما التعريفات الموجودة أمامنا هي: أولاً منها الرئيسية والثانوية، أوصافها والأدوار التي تلعبها. من هي يا ترى؟ من الذي يلعب الدور في القصة؟ نعم أحسنتم، هي الشخصيات. عندما نقول وتكون مهمة وثانوية، منطقية أو خيالية، ما هي التي تكون بالمنطق أو بالخيال؟ هل هي الشخصيات أم أحسنتم؟ نعم الأحداث. الأحداث تكون تنقسم إلى أحداث مهمة تغير مجرى القصة، وأحداث ثانوية كالتي تحدث يوميا أو ما إلى ذلك، ومنها المنطقي الذي نراه بأعيننا ونعايش، ومنها الخيالي الذي يلجأ إليه الكاتب ليزيد جمال وأسلوب جذب لقصته. نرى بعد ذلك هي سرد واقعي أو خيالي لأحداث وشخصيات، والهدف منه يكون إثارة الاهتمام والإمتاع والتثقيف عفواً. من هو يا ترى؟ هل هي الفكرة أم القصة؟ من هي؟ هي أحسنتم، هو تعريف القصة. فالقصة هي سرد واقعي أو خيالي للأحداث والشخصيات، الهدف منه يكون إثارة الاهتمام أو الإمتاع والتثقيف. بينما آخر تعريف لدينا هي الرسالة الموجهة للمتلقي من خلال القصة، أي الهدف، وهي الفكرة. لنرى إجاباتنا طلابي وطالباتي. نعم هي كما أجبناها، الفكرة هي الرسالة الموجهة، القصة هي سرد واقعي، الشخصيات هي الثانوية وأوصافها وأدوارها التي تلعب، منها الرئيسية ومنها الثانوية، وهي التي يكون فيها حوار ولها أدوار تلعبها ولها صفات تتصف بها. لدينا الأحداث، وهي تكون مهمة أو ثانوية ومنطقية وما إلى ذلك أو خيالية. ننتقل طلابي وطالباتي إلى مهارات كتابة القصة. المهارة تختلف عن الأسلوب، مهارة الشخص أو القاص الذي يتمكن من كتابة قصته. أولاً
ابتكار الأحداث التي تؤدي الفكرة أو تطوير فكرة واقعية، إما أن يبتكر أحداثاً من الخيال لتؤدي هذه الفكرة بالاستعانة بأحداث منطقية واقعية حدثت في الحياة الحقيقية التي يعيشها أو الواقع. ثانياً السرد، أي ترتيب الأحداث وفق تسلسل معين، كما قلنا التسلسل سواء التسلسل الزمني وأكثر ما يعتمد عليه هي الرواية، أو التسلسل حسب الأحداث المهمة والمؤثرة في منحى القصة. الوصف، وهذه هي مهارة الوصف. الوصف وصف المشاهد والأحداث والشخصيات، أن يعتمد في كتابة قصتي على وصف مثلا أبطال القصة، وصف الأحداث التي تحدث في هذه القصة، ويعتمد على الوصف أكثر منه اعتمادا على الحوار. طلابي وطالباتي، لنرى الآن ماذا لدينا. لدينا ها هنا العناصر الفنية للقصة، مما تتكون القصة، لها مكوناتها. لدينا الشخصيات وهي المكون الأول للقصة. لدينا الفكرة التي من خلال هذه الشخصيات والأحداث نوصل هذه الفكرة إلى المتلقي، الفكرة التي يريد الكاتب إيصالها عن طريق القصة. لدينا أيضا الأحداث، الأحداث وهي كانت مبتكرة أو تكون واقعية أو تكون مختلطة بين الواقع وبين الخيال. أيضا لدينا عنصري الزمان والمكان، وهو يدل على المكان الذي حدثت فيه القصة والزمان الذي حدث أو وقعت فيه هذه القصة، ويكون بينهما اندماج صحيح بأن يكون الزمان والمكان متوافقين، وهي البيئة التي توجد فيها هذه القصة. طلابي وطالباتي، لننطلق الآن ونرى. لدينا مجموعة من الأسئلة. أولاً، اختر الإجابة الصحيحة. الكتابة فراغ هي الأساس الذي يقوم عليه فن القصة. هل هو الوصفية أم العلمية أم الإجرائية؟ الكتابة تقوم على ماذا؟ نعم طلابي وطالباتي، الإجابة هي كالتالي: الكتابة الوصفية، عندما يكون يعتمد على الوصف، فالكتابة الوصفية هي الأساس الذي يقوم عليه فن القصة، فهو يقوم على وصف الأحداث، وصف الشخصيات، وصف الزمان والمكان وهو البيئة، حتى يصل إلينا بفكرته. السؤال الذي يلي طلابي وطالباتي: أكمل مكان الفراغ. تنقسم الشخصيات في القصة إلى الشخصية الرئيسة والشخصية كما قلنا سابقا التي ليس لها دور في الأحداث وإنما دورها يكون بسيط. نعم أحسنتم، هي الثانوية. نعم، تنقسم الشخصيات في القصة إلى الشخصية الرئيسة وهم الأبطال أو البطل، والشخصية الثانوية. طلابي وطالباتي، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. من العناصر الفنية للقصة الشخصيات، من العناصر الفنية والأساسية للقصة الشخصيات. هل هذه الإجابة وهل هذه العبارة صائبة أم خاطئة؟ نعم أحسنتم، الإجابة صائبة، لأنها فعلا من العناصر المكونة لبناء القصة. طلابي وطالباتي، أكمل مكان الفراغ التالي. الوصف هو وصف المشاهد والأحداث وفراغ، وصف للمشاهد والأحداث، وأيضا عندما يصف مشهدا ويصف حدثا فهناك جزء منه وهم أحسنتم الشخصيات، فلا بد أن نصف الشخصيات. طلابي وطالباتي، بعد أن تعرفنا أو تحدثنا أو استرجعنا كيفية كتابة القصة والبناء الفني للقصة، نكون قد أكملنا معكم اليوم حصتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات سوف نستكمل تعزيز المفاهيم الأساسية في باب الدائرة. اليوم رح ناخذ درسين من دروس الدائرة، وهما الدرس الأول الزوايا المحيطية والدرس الثاني المماسات. بالنسبة للزوايا المحيطية، أهم الأفكار والمفاهيم في درس الزوايا المحيطية اللي هو إيجاد قياسات الزوايا المحيطية وإيجاد قياسات زوايا المضلعات المحاطة بدائرة. الزاوية المحيطية، ماذا نعني بزاوية محيطية؟ هي زاوية يقع رأسها على الدائرة ويحتوي ضلعها على وترين في الدائرة. إذا مكانها أين؟ على الدائرة، وضلعها عبارة عن وترين في الدائرة. مثل الزاوية QRS في الدائرة S هي في الدائرة C هي زاوية محيطية. القوس المقابل للزاوية المحيطية هو قوس يقع داخل الزاوية المحيطية ويقع طرفاه على ضلعيها. طبعا القوس الأصغر QS في الدائرة C هو القوس المقابل للزاوية QRS. توجد ثلاث حالات للزاوية المحيطية في الدائرة. هنا الحالة الأولى، يقع مركز الدائرة B على أحد ضلعي الزاوية المحيطية. لاحظ هنا يقع أحد الأضلاع على مركز يقع مركز الدائرة عفوا على أحد أضلاع الزاوية المحيطية. أو في الحالة الثانية، يقع مركز الدائرة داخل الزاوية المحيطية، أو يقع مركز الدائرة خارج الزاوية المحيطية. طبعا في الحالة الأولى يكون أحد ضلعي الزاوية المحيطية ماذا؟ قطرا في الدائرة، قطرا في الدائرة. طبعا القطر هو وتر فلا يتناقض مع تعريف الزاوية المحيطية. نظرية الزاوية المحيطية، قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس المقابل لها، نصف قياس القوس المقابل لها ولا يساوي قياس القوس المقابل لها، إنما نصف قياس القوس المقابل لها. من الأكبر، الزاوية المحيطية أم القوس؟ القوس أكبر من الزاوية المحيطية. إذا قياس الزاوية واحد يساوي نصف قياس القوس AB، فلذلك قياس القوس AB راح يساوي اثنين من قياس الزاوية واحد. طبعا هناك علاقة بين الزاويتين المحيطيتين اللتين تقابلان القوس نفسه في دائرة. ماذا تتوقعون هذه العلاقة أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات؟ نلاحظ هنا الزاوية المحيطية B و الزاوية المحيطية C، كلاهما يقابلان القوس نفسه اللي هو AD. إذن قياس الزاوية المحيطية B راح يساوي نصف قياس القوس AD، وأيضا قياس الزاوية المحيطية C راح يساوي نصف قياس القوس AD. إذن راح تكون الزاويتين في هذه الحالة ماذا؟ متطابقتين، لأنهما يقابلان القوس AD نفسه. لدينا السؤال 12 و 13 صفحة 208، أوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين. قياس القوس TU المطلوب هنا، قياس القوس TU، طبعا هنا نلاحظ أن القوس TU مرتبط بماذا؟ مقابل لزاوية محيطية معطاه قياسها 23 درجة. طبعا نستخدم اللي هو أن قياس القوس TU راح يساوي 2 من قياس الزاوية المحيطية المقابلة له اللي هي TVU. إذا قياس القوس TU راح يساوي 2، ونعوض عن قياس الزاوية TVU 23 درجة، يعني راح يعطيني الناتج 46 درجة. أيضا نريد قياس الزاوية A. الزاوية A ما نوعها؟ ممتاز، الزاوية A زاوية محيطية تقابل قوسا قياسه 170 درجة. هل تساوي قياس القوس أم نصف قياس القوس؟ إذن قياس الزاوية A راح يساوي نصف قياس القوس CB، يعني نصف 170 درجة نقسم 170 على 2 راح يعطيني 85 درجة.
لدينا هنا سؤال 14 صفحة 208، اختيار من متعدد، أوجد قيمة X في الشكل أدناه. نريد قيمة X. ماذا نلاحظ هنا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات؟ ماذا نلاحظ؟ المعطيات لدينا على ماذا؟ المعطيات لماذا؟ لزوايا. زوايا ما نوعها؟ محيطية. إذا نحصر تفكيرنا حول اللي هي الزاوية المحيطية والعلاقات في الزاوية المحيطية، لأن المعطيات على الزاوية المحيطية. إذا لدي أنا الآن معطى لزاوية محيطية F، وأيضا معطى لزاوية محيطية أخرى E. نلاحظ ماذا؟ أن F و E مشتركتان في نفس القوس. ماذا نعمل هنا؟ معنى ذلك أن الزاوية F تطابق الزاوية E لأنهما يقابلان القوس نفسه. نساوي الزاويتين ببعضهما البعض. الزاوية F قياسها 10X ناقص 4، الزاوية A قياسها 8X زائدا 6. نحل معادلة من الدرجة الأولى في مجهول واحد. طبعا هنا طرحنا 8X من الطرفين واجمعنا 4 للطرفين، صار عندي 10X ناقص 8X يساوي 6 زائدا 4، يعني 2X تساوي 10. رح نقسم الطرفين على 2 رح يعطيني X تساوي 5. إذن الخيار هو ماذا؟ هو 5. طبعا هنا ممكن أننا ماذا نعوض بالبدائل التي أمامنا ونشوف مين اللي، طبعا بعد ما نفهم أن المعطيات هنا لدينا عبارة عن زاويتين محيطيتين متطابقتين لأنهما تقابل القوس نفسه، ممكن أننا بدون ما نحل ونساوي نعوض بالبدائل بسرعة ونتحقق من الأعداد اللي هي مثلا 1.8 أو 46 أو 5 أو 90 سوف يجعل القيمتين هنا متطابقتين. طبعا هذا يعني طريقة ممكن نطبقها في مثل هذه الحالات من الأسئلة في اختيار من متعدد. طيب لدينا الآن، طبعا تعرفنا في الدرس الماضي اللي هو الزاوية المركزية، وفي هذا الدرس الزاوية المحيطية. ما الفرق بينهما والتشابه بينهما؟ الزاوية المركزية طبعا يقع رأسها على مركز الدائرة، أما الزاوية المحيطية رأسها يقع على محيط الدائرة أو على الدائرة. طبعا الزاوية المركزية تساوي قياس القوس الذي يصل بين طرفيها، أما الزاوية المحيطية تساوي نصف قياس القوس المقابل لها. إذا قابلت الزاوية، طبعا فيه طبعا مفهوم مشترك بين الزاوية المركزية والمحيطية، أنهما إذا قابلت الزاوية المركزية والزاوية المحيطية القوس نفسه، فإن قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية، راح يساوي نصف قياس الزاوية المركزية. هذا في حال قابلت زاوية محيطية وزاوية مركزية القوس نفسه. في حال قابلوا القوس نفسه، هنا راح تكون الزاوية المحيطية تساوي ماذا؟ نصف قياس الزاوية المركزية. لماذا؟ لأن الزاوية المركزية تساوي قياس القوس المقابل لها، والمحيطية تساوي نصف قياس القوس، فالمحيطية تساوي نصف قياس الزاوية المركزية. لدينا زوايا المضلعات المحاطة بدائرة. المضلعات محاطة بالدائرة. طبعا للمثلثات والأشكال الرباعية المحاطة بدائرة خصائص خاصة. تقابل الزاوية المحيطية في مثلث قطرا أو نصف دائرة إذا وفقط إذا كانت هذه الزاوية قائمة. الآن لما يكون عندي دائرة محيطة بمثلث، فيقابل أحد يعني أحد رؤوس المثلث يقابل قطر أو نصف يعني يقابل قطر أو نصف دائرة في حالة كانت هذا الرأس أو هذه الزاوية قائمة فقط، فيما عدا ذلك لن يقابل المثلث قطرا أو نصف اللي هي الزاوية عفوا في المثلث لن تقابل قطرا أو نصف دائرة. مثل هنا في الدائرة لدينا F الزاوية F G H تقابل قطر أو نصف دائرة، هذا يعني أن الزاوية G زاوية قائمة أي قياسها 90 درجة. يمكن إحاطة مختلف أنواع المثلثات بما فيها المثلث القائم الزاوية بدائرة، إلا أن أنواعا معينة فقط من الأشكال الرباعية يمكن إحاطتها بدائرة. المثلثات جميعها نستطيع إحاطتها بدائرة بما فيها المثلثات القائمة الزاوية، ولكن الأشكال الرباعية التي تحقق هذا الشرط هي التي يمكن إحاطتها بدائرة فقط. ما هو؟ أن يكون كل زاويتين متقابلتين فيه متكاملتين،
يعني إذا أحطنا الشكل الرباعي استطعنا إحاطة الشكل الرباعي بدائرة فهذا يعني أن كل زاويتين متقابلتين فيه متكاملتين، أي قياسهم 180 درجة. نشوف هنا لدينا هذا الشكل الرباعي محاط بدائرة، لدينا هنا هذه الزاوية الزرقاء والزاوية الخضراء تقابل الزاوية هذه اللي باللون الوردي. عندما قصصنا الزاوية الخضراء وحطيناها جنب الزاوية الوردية كونت نصف دائرة، يعني 180 درجة، يعني متكاملتين. أيضا هنا لدينا الزاوية التي باللون الأزرق عندما قصصناها ودمجناها يعني بجانب اللي هي الزاوية الحمراء كونوا سويا نصف دائرة، يعني 180 درجة، يعني مجموعهم 180 أي متكاملتين. أيضا لدينا سؤال 7 صفحة 241، اختيار من متعدد. ما طول القطعة المستقيمة AD في الشكل أدنى؟ AD ماذا يمثل؟ ماذا نلاحظ هنا؟ دائرة محيطة بمثلث، محيطة بمثلث. معطيني اللي هو طول القطر هنا 65، ومعطيني طول الضلع الثاني في المثلث اللي هو 60، ومطلوب الضلع الثالث AD. طبعا هنا الزاوية A تقابل قطرا أو نصف دائرة، معنات أن الزاوية A قائمة، أي لكي أوجد AD أستعمل نظرية فيثاغورس. إذن الزاوية المحيطية في مثلث تقابل قطر، طبعا هذه زاوية الزاوية A محيطية تقابل قطر أو نصف دائرة إذا وفقط إذا كانت هذه الزاوية قائمة. إذا المثلث DFE قائم الزاوية عند E، إذا من نظرية فيثاغورس ED تربيع زائدا EF تربيع يساوي اللي هو مربع الوتر، يساوي مربع الوتر، يعني ED تربيع زائدا 60 تربيع يساوي 65 تربيع. AD تربيع راح تساوي طبعا ربعنا 60 تربيع وطرحناها من الطرفين، أصبح لدينا 4225 ناقصا 3600 تساوي 625، أي أن AD تربيع 625، نريد AD فقط تساوي، طبعا ناخذ الجذر التربيع للطرفين، AD راح تساوي 25. إذا الخيار هو C. عندي سؤال 15 صفحة 208، رسم مربع طول ضلعه 14 سنتيمتر بحيث تقع رؤوسه على دائرة، فما قطر هذه الدائرة؟ لاحظوا هنا إذا رسمنا رسم اللي هو تبسيطي للتوضيحي للسؤال، رسمنا دائرة، رسمنا مربع، الدائرة تحيط بهذا المربع. طبعا هنا نلاحظ أن قطر الدائرة هو أيضا قطر لمن؟ للمربع. إذا قطر الدائرة دي في الشكل يمثل قطر المربع أيضا. إذا طبعا هنا لدي ماذا؟ مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية، أعرف طول ضلعه هنا 14 وهنا أيضا 14 لأن طول ضلع المربع 14 المربع جميع أضلاعه متطابقة. طبعا نريد هنا ماذا؟ محيط الدائرة. أولا راح نجيب اللي هو قطرها الذي يمثل أيضا الوتر في المثلث القائم الزاوية من نظرية فيثاغورس، مربع الوتر اللي هو الآن هنا لدينا القطر، قطر الدائرة دي تربيع راح يساوي 14 تربيع زائدا 14 تربيع، إذا دي تساوي جذر 2 في 14 الكل تربيع، يعني دي راح تساوي تقريبا 19.8 سنتي من 10 سنتيمترا. طبعا المطلوب هو ماذا؟ المطلوب قطر هذه الدائرة. إذا أوجدنا هنا قطر الدائرة اللي هو 19.8 سنتيمترا. لدينا الدرس الثاني المماسات، أهم المفاهيم فيه استعمال خصائص المماسات لإيجاد قياسات تتعلق بالدائرة وحل مسائل تتضمن المضلعات المحيطة بدائرة. المماس هو ماذا؟ هو مستقيم يقع في المستوى نفسه الذي تقع فيه الدائرة ويقطعها في نقطة واحدة فقط تسمى نقطة التماس. AB مماس للدائرة C عند النقطة A، ويسمى كلا من AB اللي هو القطعة المستقيمة AB ونصف المستقيم AB مماسا للدائرة أيضا. إذا لاحظ هنا أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات، هذا المستقيم يمس الدائرة في النقطة واحدة اللي هي A، وأيضا القطعة المستقيمة AB تمس الدائرة في نقطة واحدة وهي الـ A، ونصف المستقيم AB يمس الدائرة في نقطة واحدة وهي الـ A.
المماس المشترك هو مستقيم أو نصف مستقيم أو قطعة مستقيمة تمس الدائرتين في المستوى نفسه. وفي الشكلين أدنى المستقيم المماس مشترك للدائرتين F و J. نلاحظ هنا أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات مماس مشترك لدائرتين، وهنا مماس مشترك لدائرتين، طبعا هنا دائرتين غير متقاطعتين وهنا دائرتين متقاطعتين في نقطة واحدة. أقصر مسافة من المماس إلى مركز الدائرة هي نصف القطر المار بنقطة التماس. إذن أقصر مسافة، الآن لما يكون عندي مماس أقصر مسافة، طبعا أقصر مسافة هي المسافة العمودية، دائما نعلم أن أقصر مسافة بين النقطة ومستقيم هي المسافة العمودية. المسافة العمودية من مركز الدائرة إلى المماس هو نصف قطر أو نصف قطر مار بنقطة التماس. إذن يكون المستقيم مماسا لدائرة متى؟ في المستوى نفسه طبعا، إذا وفقط إذا كان عموديا، على نصف القطر عند نقطة التماس. يكون المستقيم L مماسا للدائرة S إذا وفقط إذا كان L المستقيم L عمودي على ST، هنا راح يكون المستقيم مماسا. لدينا هنا في سؤال 26 صفحة 239 خيال علمي، كتب جابر قصة قصيرة وذكر فيها أن الانتقال أو السفر الفوري بين كوكب معين ثنائي الأبعاد وقمره مثل في الصورة لدينا هنا يكون ممكنا إذا كان مسار الانتقال مماسا لها. ارسم المسارات الممكنة جميعها، يعني مسار الانتقال يكون مماس للكوكب وقمره، هذا الكوكب اللي باللون البرتقالي وهذا قمر الكوكب. نريد رسم جميع المماسات التي تمس الكوكب وقمره في نفس الوقت، مثل هذا المماس الأول، هذا يعتبر مسارا نستطيع الانتقال فيه من الكوكب إلى قمره. أيضا هنا لدينا مسار آخر، أيضا هنا لدينا مسار آخر، وهنا لدينا مسار رابع. لدينا سؤال 10 صفحة 241، حدد ما إذا كانت F القطعة المستقيمة FJ مماسا للدائرة E، برر إجابتك. نلاحظ هنا FG المطلوب إثبات أنها هل هي مماس للدائرة أم لا. طبعا لدينا هنا هذه الدائرة E، هذا المركز، هذا ماذا؟ هذا نصف قطر. متى تكون قطعة مستقيمة أو مستقيم أو نصف مستقيم مماسا لدائرة؟ عندما يكون عموديا على القطر أو نصف القطر المار بنقطة التماس. يعني الآن هنا لدينا نصف قطر مار بنقطة التماس اللي هي جي. لما نثبت أن هذه الزاوية قائمة، أي أن اف جي عمودي على نصف القطر، هنا راح يكون اف جي مماسا. عندما لا تكون هذه الزاوية قائمة لن يكون FG مماسا. قد لو وصلنا مثلا كملنا رسمته قد يكون سيكون قاطعا وليس مماسا. طيب كيف راح أثبت أن الزاوية أو المثلث هذا قائم الزاوية عند الرأس G؟ باستخدام عكس نظرية فيثاغورس. إذن GE نصف قطر للدائرة E، اختبر ما إذا كان المثلث GFE قائم الزاوية عند G، طبعا باستعمال عكس نظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس تقول أنه في المثلثات القائمة الزاوية يكون مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي ضلعين الآخرين. هل هذا متحقق لدينا هنا؟ نرى سويا أين الوتر. طبعا المقابل اللي نفرضها هي الزاوية القائمة اللي هو 30 تربيع. هل 30 تربيع اللي افترضنا أنها وترا تساوي مربع الضلع اللي هو الساق الأول زائدا مربع الساق الثاني؟ طبعا هنا 17 تربيع زائدا 26 تربيع يساوي 965 و 30 تربيع تساوي 900. إذا لا يتساوى الطرفين بالتبسيط، معناه ذلك أن أصلا الزاوية ليست قائمة، ولا هذا الضلع اللي هو 30 يعتبر وترا، ولا نستطيع تطبيق نظرية فيثاغورس في هذه الحالة. إذا الزاوية ليست قائمة بين هذا القطعة المستقيمة وبين القطر، معنات أن هذه القطعة المستقيمة ليست مماسا حسب النظرية 14. يمكنك أن ترسم مماسين للدائرة نفسها من نقطة واحدة خارجها. لاحظ هنا نستطيع رسم مماسين من نقطة واحدة خارج الدائرة. ما العلاقة بين هذان المماسين؟ إذا رسمت قطعتان مستقيمتان
مماستان لدائرة من نقطة خارجها فإنهما متطابقتان، مثل هنا AB راح تطابق AC. المضلعات المحيطة بدائرة، نلاحظ هنا عكس المضلعات المحاطة بدائرة، هنا العكس، هنا المضلع هو الذي يحيط بالدائرة، المضلع هو الذي في الخارج والدائرة داخلية تمس أضلاع المضلع. ولكن قبل قليل شفنا اللي هو ماذا؟ الدائرة تمر برؤوس المضلع، دائرة خارجية. طبعا عندنا هنا مضلعات محيطة بدائرة، مثل هنا هذا السداسي محيط بدائرة لأن الدائرة تمس جميع أضلاع السداسي، هنا أيضا في هذا الرباعي وأيضا في هذا المثلث، لكن هنا نلاحظ في السداسي الدائرة هنا لم تمس الأضلاع، إذن لا يعتبر هنا المضلع محيط بالدائرة، لابد أن تمس الدائرة جميع الأضلاع. هنا مست ثلاثة أضلاع ولم تمس الرابع، إذن لا يعتبر المضلع محيط بالدائرة، وأيضا هنا الدائرة لم تمس أضلاع المثلث جميعها. لدينا سؤال 27 صفحة 239، أوجد قيمة كل من X و Y مفترضا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلا مقربا إجابتك إلى أقرب عشر. هنا طبعا القطعة المستقيمة التي تراها تمس الدائرة هي بالفعل مماس، ولا يعني بدون ما نثبت ذلك. طيب الآن المطلوب إيجاد قيمة X، ماذا نلاحظ هنا؟ طبعا الرسم فيه يعني مجهولين اثنين، فيه يعني فكرتين في رسمة واحدة، مفهومين في رسمة واحدة، لابد من أننا نفرق بين المفاهيم. الآن عندما نرى هنا نأتي لدينا مماسين منطلقين من نقطة واحدة، وأيضا لدينا المتغير X هنا والمتغير X هنا، معنات أن العلاقة اللي بنشئها بين المتغيرين بين العبارتين هذه في هذه الجهة، ما أخلط اللي هي المتغيرات مع بعضها البعض، لا أستعمل مثلا قيمة القطعة المستقيمة هذه اللي هي 5X ناقص 8 مع مثلا الواي هنا نصف القطر، لا. واضح؟ طيب العلاقة اللي بنشئها الآن هنا ماذا؟ مماسان منطلقان من نقطة واحدة، إذن فهما متطابقين. إذا رسم مماسان لدائرة من نقطة واحدة خارجها فإنهما متطابقين، هذا يعني 5X ناقص 8 تساوي 72 ناقصا 3X. نحل المعادلة بجمع 3X للطرفين وجمع 8 للطرفين، راح يعطيني 8X تساوي 80، يعني X تساوي 10. أيضا من نفس الرسم الآن أوجدنا هنا المطلوب اللي هو X، معنات أنه في المعطيات الثانية فيه مطلوب آخر ومفهوم آخر. ماذا نلاحظ هنا؟ مماس وماذا؟ ونصف قطر، معنات أن نصف القطر عموديا على المماس. إذا تكون لدينا مثلث قائم الزاوية، نذهب إلى ماذا؟ إلى نظرية فيثاغورس. لدي هنا ضلع معلوم والوتر معلوم اللي هو أحد ساقي الزاوية القائمة معلوم، واحد منهم، والوتر أيضا معلوم، تبقى الساق الثاني نستخدم ماذا هنا؟ اللي هو نظرية فيثاغورس. في مثل هذه المسائل من المهم التمييز، كيف أنا راح أحل؟ كيف راح أحل؟ كيف الآن الرسم مدموج فيه مفهومين في هذا الرسم، في نظريتين في هذه الرسمة، أحاول أني أرتب أفكاري والأشياء اللي مثلا هنا انطبقت عليها اللي هي المماسان المنطلقان من نقطة واحدة خارج الدائرة، وهنا انطبق عليها اللي هي مماس ونصف قطر فيكون عمودي. إذن بحسب النظرية 14 فإن المماس يكون عمودي على نصف القطر المار بنقطة التماس، معنى ذلك تكون لدينا مثلث قائم الزاوية، معنات أن مربع طول الوتر في المثلث القائم الزاوية، الوتر هو ماذا؟ الذي يقابل الزاوية القائمة، يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين اللي هو ضلعي القائمة أو ساقي القائمة. إذن 39 تربيع اللي هي 1521 زائد واي تربيع يساوي 1681. طبعا راح نطرح 1521 من الطرفين، لماذا؟ عشان تكون واي في طرف لحالها راح تكون واي تساوي 1681 ناقصا 1521 راح تساوي 160، واي تربيع تساوي 160، بأخذ الجذر التربيعي للطرفين راح تصير واي تساوي طبعا سالب وموجب 12.6 من عشرة، لكن طبعا هنا لأن لدينا أطوال نستبعد الإجابة السالبة، ناخذ اللي هي الإجابة الموجبة.
لدينا سؤال 12 صفحة 241. أوجد محيط المثلث في الشكل المجاور مفترضاً أن القطع المستقيمة التي تبدو كأنها مماسات للدائرة هي مماسات فعلاً. الآن هنا لدينا الدائرة يحيط بها مثلث، إذن لدينا هنا مثلث محيط بدائرة لأن الدائرة تمس جميع أضلاع المثلث. أيضاً لدينا هنا ماذا نلاحظ أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات؟ طبعاً المطلوب هنا ماذا؟ محيط المثلث. محيط المثلث يعني اللي هو نجمع أطوال الأضلاع الثلاثة. الآن أنا لا يوجد لدي أطوال الأضلاع الثلاثة، يوجد لدي أجزاء منها. لاحظ هنا ماذا أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات؟ هنا نقطة خارج الدائرة ينطلق منها مماسان. لاحظوا هنا، نلاحظ هذه نقطة خارج الدائرة انطلق منها هذا مماس يمسها في نقطة واحدة وهي يمسها هنا، إذا المماسان هنا ماذا؟ متطابقان. ممتاز. فإذا كان هذا 14 معناته الجزء الثاني كم؟ راح يكون إذا رسم مماسان لدائرة من نقطة واحدة خارجها فإنهما متطابقان. إذا كان هذا 14 هنا هذا بيكون 14. أيضا نفس الشيء نطبقه هنا، هذه نقطة خارج الدائرة وهذا مماس إلى هنا وهذا مماس إلى هنا، معنات إذا كانت هذه 9 معنات الجهة الثانية 9. أيضا نفس الشيء هنا. طيب الآن هذا كله 15، كله 15 جزء منه 9، الجزء الثاني كم راح يكون؟ راح يكون 6. وإذا كان هذا 6 معنات هذه الجهة أيضا راح تكون 6. الآن جبنا جميع الأطوال على محيط المثلث نجمعها سويا. محيط المثلث راح يساوي 14 زائدا 9 زائدا 9 زائدا 6 زائدا 6 زائدا 14 اللي هو يساوي 58. إذا تعلمنا في هذا اليوم الزاوية المحيطية اللي هي إيجاد قياسات الزوايا المحيطية وإيجاد قياسات زوايا المضلعات المحاطة بدائرة، وفي درس المماسات استعمال خصائص المماسات لإيجاد قياسات تتعلق بالدائرة وحل مسائل تتضمن المضلعات المحيطة بدائرة. ولا ننسى أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات الرجوع إلى بوابة عين التعليمية للاستزادة والاستفادة منها. شكرا جزيلا من الأعماق. تتخيل نقدر نصنع عالم أفضل عن طريق البرمجة؟
شارك في مسابقة مدرستي تبرمج وحمل ماينكرافت النسخة التعليمية وساعدنا نجمع بين قريتين عن طريق قوة البرمجة. راح تخوض تجربة المواطنة والتعاون مع جيرانك وتقبل الاختلافات اللي تجعلنا فريدين من نوعنا. وحتى لو كنت جديد على البرمجة أو ماينكرافت تقدر تبدأ بسهولة مع مركبات البرمجة أو النصوص سواء في التطبيق أو حتى المتصفح، وتأكد أنه ما في حدود للي تقدر تسويه. ابدأ رحلة البرمجة مع ماينكرافت اليوم وشارك في مسابقة مدرستي تبرمج. الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد. من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ، إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19. اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد. الحمد لله. يرحمك الله، استخدم المنديل أثناء الكحة والعطاس، وإذا ما عندك منديل استخدم المرفق. يعني كذا بالضبط. ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو عطاس، أو إذا كنت تخالط شخص مريض. أغسل يديك بالماء والصابون 40 ثانية على الأقل. ولأي استفسار كلم الصحة 937. عش بصحة. فيروس كورونا الجديد المسمى COVID-19، وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات: كورونا فيروس ديزيز 2019. كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا، وظهرت أغلب الحالات في مدينة ووهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد، ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين. ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية. وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، تغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس، تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليه أعراض المرض. وأعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد: ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، ضيق في التنفس. وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشخيص الطبي. ولأي استفسار كلم الصحة 937. عشرة حقائق عن لقاحات فيروس كورونا COVID-19. أولاً، اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا COVID-19. ثانياً، تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية. ثالثاً، الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة. رابعاً، جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط، وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض. خامساً، من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن 7 لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية. سادساً، في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطرة لهذه اللقاحات. سابعاً، تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها، ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان. ثامناً، أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك. تاسعاً، الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، ولا تختلف عن بقية اللقاحات. عاشراً، جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الDNA، وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية. أخيراً، اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عش بصحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة. إن التدخين هو أحد عوامل الخطورة الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف وفقدان السمع،
فالمدخنين هم أكثر قابلية وبشكل ملحوظ للتعرض إلى فقدان السمع بسبب التعرض للضوضاء مقارنة مع غير المدخنين. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. هناك ارتباط قوي بين التدخين وقابلية تغير لون الشعر إلى اللون الأبيض وحدوث الصلع وفقدان الشعر، وذلك حسب منظمة الصحة العالمية. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. يترافق التدخين وتعاطي التبغ مع ظهور العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الصدفية والإكزيما، فالمدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بالصدفية بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغير المدخنين حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. حافظي على جمال بشرتك بالإقلاع عن التدخين، واتصل الآن على 937 أو احجزي موعد عن طريق تطبيق موعد. العيادة والعلاج عندنا مجاني بكل سرية وخصوصية تامة. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. قد تتشابه الفصول الافتراضية في أسلوب التدريس، لكن من المؤكد أن المعلم المبدع هو من يصنع الفارق في ذلك من خلال استغلاله إمكانات البيئة التعليمية الرقمية لبناء خبرات الطلبة ومهاراتهم. لذا توفر منصة مدرسة بيئة رقمية آمنة تضم مجموعة من الأدوات المتنوعة والتي يمكن الإبداع بتوظيفها بشكل تربوي لتطبيق الاستراتيجيات والأساليب الحديثة في التدريس. على سبيل المثال، استخدام أسلوب الفصل المقلوب والذي يتم فيه قلب مفهوم الحصة الدراسية، بحيث يتعلم الطلبة المحتوى الذي يضعه المعلم على منصة مدرسة بشكل ذاتي، بينما يتم استغلال الفصل الافتراضي مع المعلم بحل الأنشطة والنقاش حول ما تعلمه الطلبة والإجابة على استفساراتهم. ومع منصة مدرستي يمكنك أيضا تطبيق العديد من الاستراتيجيات التعليمية لتعلم النشط وحتى يشعر الطلبة بالحضور الاجتماعي وعدم العزلة، مثل تطبيق مجموعات العمل الإلكترونية والتعلم الإلكتروني القائم على المشروع والتعلم بأسلوب حل المشكلات والعصف الذهني الإلكتروني لتوليد الأفكار والخرائط الذهنية الإلكترونية، والتي تساعد الطلبة على تعزيز الخبرة السابقة وربطها بالخبرة الجديدة. كما أن استخدامك للقصص الرقمية وأسلوب التلعيب يحفز الطلبة على التعلم ويثير انتباههم. ولا تنسى أن إبداعك كمعلم في التوظيف التربوي سوف يساعد على تنمية مهارات القرن 21 لدى أبنائنا الطلبة، مثل مهارة التعاون، التفكير الناقد، تحمل المسؤولية، مهارات البحث والاستكشاف، ربط الخبرات العلمية بالحياة الواقعية وغيرها من المهارات. وأخيراً، عزيزي المعلم وعزيزتي المعلمة، لتزيد من قيمة خبراتك شاركها مع زملائك المعلمين. مدرستي منصة إبداعي. حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أكثر من 600,000 شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر، وهو ما يسمى بالتدخين القصري. انتبه، قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عملياته التعليمية عن بعد. عزيزي ولي الأمر، حرصا منا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته، إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي، والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي، التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة، تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت. تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة
هو أساس النجاح، فاحرص دوماً على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب، ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه. وأخيراً، لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار، كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني. مدرستي في بيتي. معظم الناس يدركون أن تعاطي التبغ يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة، ولكن الكثير من الناس يجهلون أن التبغ أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. فالتدخين يؤدي إلى تسرع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين، بالإضافة إلى حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. صفحات الإنترنت الاحتيالية. تخيل أن هذا منزلك، ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلاً يشبهه تماماً. هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا، لأنه حتى ولو كان يشبهه تماماً فهو لا يزال مختلفاً كونه يقع في عنوان آخر. ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت. يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف، وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة، ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد. يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة. كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقال إلى موقع إلكتروني معين، فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح. وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً، ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلي. مثال: لنذهب إلى منصة مدرستي، هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح، ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madrasati.sa. فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي، وذلك باستخدام عنوان مشابه. نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان، والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي. إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك، كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك، وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمي. لحماية نفسك: 1. اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته. 2. إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي، فلا بد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع. أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم، فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي. مسابقة مدرسة تبرمج اللي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة ترحب فيكم في مغامرة ماينكرافت قصة قريتين، راح تساعد قريتين على التعاون باستخدام البرمجة. تقدر تبرمج بالمركبات
باستخدام ميك كود أو بالنصوص باستخدام لغة البرمجة بايثون. يلا نبدأ. أول شيء حمل أحدث نسخة من ماينكرافت النسخة التعليمية، وعلى منصة العودة للمدارس راح تلقى أدلة تساعدك زي دليل المعلم ودليل الطالب. سجل دخولك باستخدام حساب منصة مدرستي، اضغط على ألعب، ثم استعراض المكتبة، ثم الدروس، ثم علوم الحاسب، ثم ساعة برمجة، ثم اختر درس ساعة برمجة 2020، وبعدها اضغط على بناء العالم. أما إذا ما عندك حساب منصة مدرستي لا زال تقدر تشارك. افتح ماينكرافت النسخة التعليمية، اختر حساب تجريبي، وافق على الشروط والأحكام، اضغط العب، ثم ابدأ الدرس، ثم ساعة برمجة، واضغط على بناء العالم عشان تبدأ. في هذا العالم الصيادين والمزارعين يتشاركون نفس المنطقة لكن نادرا ما يتواصلون. مهمتك هي جمعهم بعضهم علشان يتعلمون ويتعاونون مع بعض. الرحلة تبدأ من عند القلعة. تعلم كيف تتحرك باستخدام لوحة المفاتيح والفارة أو عن طريق اللمس. اضغط مفتاح W عشان تتحرك للأمام. لما تقابل شخصيات في اللعبة مثل هذه الشخصية اضغط بالزر اليمين عشان تتفاعل معه. إذا احتجت مساعدة في القراءة أو الترجمة اضغط على أيقونة الكتاب واختار القارئ الشامل. الأنشطة الأولية راح تساعدك في تحديد لغة برمجة عشان تستخدمها، إما مركبات ميك كود أو نصوص بايثون. إذا كنت مبتدئ ننصحك تستخدم المركبات، أما إذا كنت مستعد لتحدي أكبر اختر لغة البرمجة بايثون. تقدر تقوم بكل الأنشطة مرتين، بلغة المركبات وبلغة بايثون. أول نشاط هو تحريك الوكيل مساعدك في البرمجة. حرك الوكيل إلين يوقف تماماً على المربع الذهبي. عشان تبدأ البرمجة اضغط على مفتاح C أو أيقونة الوكيل في أعلى الشاشة إذا كنت تستخدم شاشة باللمس. إذا كنت تستخدم جهاز آيباد تقدر تشوف دليل الدرس وراح يعلمك كيف تتحرك. حرك المركبات لتكوين البرنامج واضغط العب لما تكون جاهز لتشغيل برمجتك. خلنا نجرب النشاط باستخدام لغة بايثون. اضغط على مفتاح C وراح يطلع لك محرر النصوص. إذا استخدمت بايثون لازم تكتب الأوامر. انتبه وانت تكتب لأنه إذا في أخطاء إملائية أو أخطاء في تركيب الجملة البرمجية ما راح يشتغل البرنامج. اقرأ الأمثلة بشكل جيد ولما تكون جاهز شغل البرنامج. الوكيل راح يعطيك هدية. ازرع الشتلة باستخدام البرمجة وراح تكبر كل ما تقدمت في رحلتك داخل القريتين. ارجع وشوف تقدمك بعد كل تحدي. تحرك باتجاه الباب عشان تدخل القرية وتبدأ باقي التحديات. تأكد من قراءة اللافتات وزيارة الصيادين أو المزارعين. ما يهم من تزور أول، هذه رحلتك أنت. بعد ما تدخل القرية راح تقابل شخصيات كثير تقدر تتكلم معاها. كل قرية فيها شخصيات مختلفة تتكلم عن المواطنة والتعايش. ابحث عن الشخصية اللي فوقها علامة استفهام صفرة عشان تعرف تحديات البرمجة. عشان تتفاعل مع الشخصية قرب منها واضغط بالزر اليمين. اقرأ المهمة واختر إذا تبغى تنفذها الآن ولا بعدين. بيكون معك جهاز يساعدك تتنقل في الخريطة، تعيد التحدي، توقف أو تحصل على تلميح. عشان تستخدم الجهاز اضغط على الرقم 1 في لوحة المفاتيح وبعدها اضغط عليه بالزر اليمين إذا كنت تستخدم الحاسب. أما إذا كنت تستخدم جهاز بشاشة لمس اضغط على الشريط مباشرة. تعالوا نشوف تحدي حماية مزرعة الشمندر. المزارعين يعتقدون أن الثيران الخاصة بالصيادين تسرق الشمندر من مزارعهم ويحتاجونك تبني حاجز عشان يحمي محصولهم. اضغط على حرف C وحرك المركبات عشان يبني الوكيل الحاجز حول المزرعة بالكامل. إذا تبغى تعيد التحدي تقدر تعيد النشاط بدون ما تخسر أي شيء من اللي برمجته. إذا احتجت إلى تلميح استخدم الجهاز أو تكلم مع الشخصيات. راح تتعلم أهمية معرفة كل الحقائق قبل ما تفترض شيء عن الناس أو المواقف. ممكن مو الثيران اللي سرقت المحصول. الآن تقدر ترجع عند القلعة وتشوف قديش كبرت شجرتك. خلونا نعبر الجسر ونروح قرية الصيادين. راح نستعرض هذا التحدي باستخدام لغة بايثون. إذا تبغى تبدل بين اللغتين في الدرس لازم تعيده من البداية. في هذا التحدي راح نبرمج الوكيل عشان يحرث الأرض ويجهزها. راح يحتاجها المزارعين في تعليم الصيادين كيف يزرعون. في هذا النشاط تقدر تستخدم التكرار في بايثون. اقرأ المثال الموجود في محرر النصوص بشكل جيد. خلونا نشوف باقي التحديات الموجودة. تقدر تساعد المزارعين أنهم يصعدون التلة العالية لزيارة أصدقائهم الجدد. هنا
راح توضح للمزارعين أن الثيران حيوانات لطيفة حتى لو شكلها مخيف. ابن رصيف يساعد الصيادين في تعليم المزارعين كيف يصيدون الأسماك، وفي هذا النشاط راح تساهم في إصلاح مصعد الساحر. تذكر أن كل تحدي تقدر تحله بأكثر من طريقة، وإذا واجهتك صعوبات تقدر تطلب المساعدة من معلمك أو زملائك. إذا انتهيت من التحديات الستة، لا تنسى تزور شجرتك، أكيد صارت كبيرة. في الأخير اضغط زر الهروب Escape على لوحة المفاتيح عشان تخرج من الدرس، ثم اضغط على زر لقد انتهيت للحصول على شهادتك في ساعة برمجة. ننصحك بتجربة جميع الأنشطة بلغة المركبات وبلغة بايثون، ومهم انك تجرب التعاون والتعاطف مع جيرانك وتتعلم التعايش والمواطنة. هذه القيم مهمة في الحياة مثل ما هي مهمة في البرمجة. كن مبرمج وشارك في أول مرحلة من مسابقة مدرستي تبرمج، وابدأ ساعة برمجة الآن.